كاري فتاة منبوذة يسخر منها الجميع. في يوم ما تكتشف في نفسها القدرة على تحريك الأشياء عن بعد، فتقرر استغلالها في الانتقام من أصدقائها في المدرسة وأيضاً من أمها الصارمة. فيلم كاري هو في الحقيقة اقتباس سينمائي جديد لرواية ستيفن كينج تحمل العنوان ذاته. لم أكن خائفة من فكرة المشاركة في فيلم قدمت قصته من قبل بقدر ما كنت خائفة من رواية ستيفن كينج. لقد شاهدت الفيلم الأول عندما كان عمري 11 عاماً، والمهم بالنسبة لي هو إنصاف الرواية. في ربيعها 16 تتقمص الممثلة الشابة كلوي دور الفتاة كاري الذي سبق أن لعبته الممثلة سيسي سباسك عام 1976 في نسخة كاري للمخرج برايان دي بالما. رغم حداثة سنها فإن كلوي ليست غريبة على أفلام الرعب، حيث أدت دور البطولة في فيلم مصاصي الدماء Let Me In. دور الأم الصارمة مارغريت كان من نصيب الممثلة جوليان مور. الدور لم يتطلب مني أن أفعل شيئا كبيرا، فقط كان علي جعل نفسي سيئة قدر الإمكان، وكان علي صبغ خصلات من شعري باللون الرمادي وتركه دون تصفيف حتى أبدو شريرة. فيلم كاري يعرض في قاعات السينما الأمريكية في 18 من الشهر الجاري. If the two of you are planning some kind of joke on a poor, lonely girl, your king and queen are.